أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله ابن أبي زيد: باب في المسح على الخفين. المسح لغة إمرار اليد على الشيء، إمرار اليد على الشيء. المسح لغة إمرار اليد على الشيء، وشرعا إصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص. والخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وجمعه خفاف، وجمعه خفاف. قال في توضيح الأحكام: والخف لغة بضم الخاء وتشديد الفاء واحد الخفاف التي تلبس على الرجل، سمي بذلك لخفته. وشرعا الساتر للقدمين إلى الكعبين فأكثر من جلد وغيره، من جلد وغيره. والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله تعالى تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه السنة والإجماع. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك، وقد أنشد بعضهم ومما أنشد فيه مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهادي بعض. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهادي بعض. قال ابن العثيمين رحمه الله: فالسنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين، وأنه مشروع، وأن الإنسان إذا كان لابسا لهما فمسحهما أفضل من خلعهما والغسل. وأما إجماع السلف فهو معلوم، حتى إن بعض العلماء جعل هذا من مسائل العقيدة، مع أن باب المسح على الخفين ليس من أبواب العقائد بل من باب العمليات، فهو عمل. لكنهم ذكروا ذلك لأن الرافضة، وهم أصحاب بدعة وطريقة معروفة، يرون أن المسح على الخفين لا يجوز، فاحتاج هؤلاء الأئمة أن يبينوا أن المسح على الخفين جائز، أن المسح على الخفين جائز. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء فيه، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني آية الوضوء. نعم. قال رحمه الله: وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما، أي ما لم يخلعهما. وله، أي للمكلف، يجوز له أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما. وذلك، يشير رحمه الله إلى الشروط، وذلك إذا أدخل فيهما، أي في الخفين، رجليه بعد أن غسلهما في وضوء، أي بعد أن غسل رجليه في وضوء تحل به الصلاة، تحل به الصلاة. فهذا الذي إذا أحدث، يعني حدثا أصغر، وتوضأ مسح عليهما، وإلا فلا، أي وإلا فلا يجوز له المسح. قوله رحمه الله: ما لم ينزعهما، فيه مسألتان. الأولى أن نزع الخف يبطل المسح، أن نزع الخف يبطل المسح ويوجب المبادرة إلى غسل الرجلين، ويوجب المبادرة إلى غسل الرجلين. والمسألة الثانية أن مدة المسح ليس لها حد مقدر، وهو المشحوب. قالوا: لأنها طهارة فلم تتوقف بزمن مقدر كغسل الرجلين، كغسل الرجلين. ولحديث عبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسه على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. قال ابن حجر رحمه الله في التلخيص: ضعفه البخاري فقال: لا يصح. وقال أبو داود: اختلف في إسناده وليس بالقوي. وقال أحمد: رجاله لا يعرفون. وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره. وقال دار القطني: لا يثبت. وقال ابن عبد البر: لا يثبت، وليس له إسناد قائم. ونقل النووي رحمه الله في شره المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه، يعني الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. والراجح والعلم عند الله هو قول الجمهور، مستدلين به بحديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر
ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، يعني في المسح. ما يؤخذ من هذا الحديث مدة مسح المقيم يوم وليلة، ويكون على الراجح من قولي العلماء من ابتداء المسح بعد الحدث إلى مثل وقته من اليوم الثاني. ثانيا، مدة مسح المسافر 3 أيام ولياليهن، وهو من ابتداء المسح بعد الحدث إلى مثل وقته بعد اليوم الرابع. ثالثا أو رابعا، ثالثا في الحديث دليل على حكمة الشرع وتنزيل الأمور منازلها واعتبار الأحوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق هنا بين المسافر والمقيم، فجعل للمسافر مدة أطول من مدة المقيم، مراعاة بحال المسافر ومشقته واحتياجه إلى زيادة المدة، بخلاف المقيم المستقر المرتاح. والله عليم حكيم. وفيه أيضا هذا الحديث بيان يسر الشريعة وسماحتها ومراعاتها لأحوال الناس في قوتهم وضعفهم وحاجتهم. قد ذكر العلماء بعض الشروط للمسح على الخفين. الشرط الأول لبسهما على طهارة، لبسهما على طهارة، لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض، أي المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح. الشرط الثالث إباحتهما، فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباه به الرخصة. الرابع طهارة عينهما، فلا يصح المسح على النجس. خامسا أن يكون المسح في المدة المحدودة شرعا، وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصفة المسح، يعني صفته الكاملة، أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع، أي من طرف أصابع الرجلين، من طرف أصابع الرجل اليمنى، ويده اليسرى من تحت ذلك، أي من تحت الرجل اليمنى، ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين، إلى حد الكعبين أي إلى منتهى الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى، ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها، ويجعل يده اليسرى من فوقها أي من فوق رجله اليسرى، واليمنى من أسفلها أي من أسفل رجله اليسرى. فقد روى الإمام رحمه الله في موطئه هذه الكيفية عن ابن شهاب الزهري رحمه الله، قال: عبيد الله حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين
كيف هو؟ فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه، ثم أمرهما، قال يحيى قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك، يعني في المسح على الخفين. قال الإمام رحمه الله: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. وكذلك لحديث مغيرة بن شعبة قال: وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك فمسح أعلى الخف وأسفله، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، إلا أن الحديث ضعيف. طيب، وقد روى الإمام أبو داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه على ظاهر خفيه، على ظاهر خفيه. إذا نقول كيفية المسح: أن يمسها أكثر على الخف، لهذا الحديث ولحديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسه على الخفين على ظاهرهما، أخرجه الترمذي، وقال حسن، وقال الألباني رحمه الله: حسن صحيح. وقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، يستفاد من هذا الحديث وجوب كون مسح الخف على أعلى الخف فقط، فلا يجزئ مسح غيره ولا يشرع مسح غيره معه، سواء الأسفل أو الجوانب. ثانيا: إن الدين مبناه على النقل عن الله تعالى أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الرأي هو المحكم فيه، فالواجب الاتباع لا الابتداع. ثالثا: الذي يتبادر للذهن هو أن الأولى بالمسح هو أسفل الخف لا أعلاه، لأن الأسفل هو الذي يباشر الأرض وربما أصابته النجاسة، فكان أولى بإزالة أو أولى بالإزالة، ولكن الواجب هو تقديم النقل الصحيح على الرأي، فإن الذي شرع ذلك هو أعلم بالمصالح. وليس معنى هذا أن الشرع لا يعبأ بالعقل ولا يعتبره، فإن تشريف العقل في القرآن الكريم وتوجيه مواهبه ومخاطبته هي أكثر وأكبر من أن يستشهد بها. قال تعالى: أفلا يعقلون؟ وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالعقل نعمة كبرى أنعم الله بها على الإنسان، وإنما معناه أن العقل غير مستقل بالتشريع، فهو يسلم ويتلقى شرع الله تعالى بنفس راضية،
ويحاول فهم أسرار الله فيها، فإن أدرك فذاك من نعمة الله، وإلا سلك سبيل الذين قالوا آمنا به كل من عند ربنا. والعقل السليم يوافق النقل الصحيح، فالشريعة التي أنزلها الله تعالى لا تقصد إلا نفس الغرض الذي خلق العقل من أجله، حينما يكون العقل سليما صحيحا لم يغلبه الهوى والشهوات ولم يمسه الضعف والخفة. على أنه من المعلوم أن العقل لا يكون معيارا على الشريعة، بل الشريعة هي التي تكون مقياسا لنقد العقول. فإذا كان هناك عقل يقبل أحكام شرع، علم أنه عقل سليم بريء من الأمراض، وإذا أبى قبولها علم أنه مريض وعليل، أنه مريض. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الخضوع والتسليم لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو غاية العبادة وهو كمال الانقياد والتسليم. هذا كلام البسان رحمه الله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يمسه على طين في أسفل خفه. الطين معروف، التراب المخلوط بالماء، أو روث دابة، أو روث دابة هي الفضلات، حتى يزيل بمسح أو غسل. وقيل، أي قال بعض العلماء، يبدأ في مسح أسفله من الكعبين، الذين قالوا إنه يمسه أعلى الخف وأسفله. منهم من قال أنه يبدأ من أطراف الأصابع، ومنهم من قال يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع. لماذا؟ قالوا لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب. القشب هي العذرة اليابسة، القشب العذرة اليابسة. وإن كان في أسفله طين فلا يمسه عليه حتى يزيل، يعني حتى يزيل هذا الطين. قالوا في الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة كيفية المسح وصفته، كيفية المسح وصفته: المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح أن يمسها أكثر أعلى الخف، أن يمسها أكثر أعلى الخف، لحديث المغيرة بن شعبة الذي بيّن فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه في الوضوء، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسه على الخفين على ظاهرهما، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسه على ظاهر خفه.
ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة. قال ابن عثيمين رحمه الله: والمسح وصفه العلماء بأن الإنسان يبل يده بالماء ثم يمرها من أطراف الأصابع إلى الساق، وتكون الأصابع مفرقة، لأنها لو كانت مضمومة لاختص المسح بجانب من الخف، فإذا كانت مفرقة كان أوسع. ولهذا قالوا: ينبغي أن يمسح مفرقا أصابعه من أطراف أصابع الرجل إلى الساق. إلى الساق. ومدة المسح، مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليهن، لحديث علي رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. أخرجه مسلم. ومبطلاته: يبطل المسح بما يأتي. أولا، إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، أي مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي، وصححه الألباني في الإرواء. ثانيا، إذا ظهر بعض محل الفرض. ثالثا، نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. رابعا، انقضاء مدة المسح مبطل له، لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.